السلام عليكم. مدينة البصرة أهم مدينة بالعراق، ميناءها الوحيد وصندوقها الاقتصادي، وكذلك هي منطقة سياحية من الدرجة الأولى بالسياحة الشتوية. وهذا مو رأيي أنا، ما عليك مني، اسمع ذول الرحالة اللي بيجيبون إياهم جروبات من أوروبا. Here in the south of Iraq, people used to come from all over the Middle East to come here on holidays. It is an important part of international trade routes, with many canals zigzagging their way across the city, and it is still the economic capital. Another. Yes, I got here yesterday. So we're going around Old Basra. Basra was one of the highlights of our trip to Iraq, and it should be on your list of places to visit. If you look past the decay, you will find lots of history, great food, and even better people. Join us as we explore. طلقنا على مطعم الحسون وهذول اهل البصر الحلوين. مطعم الحسون مال السمك شرحي لي هسه. مطعم الحسون واحد من اشهر المطاعم الموجوده بالبصره، طبعا الاكل المشهور هو البحري. وجتنا الوجبه البحريه الحلوه. هذا السمك شنو؟ هذا قدامي شانك، وقدامي مصطفى ايش طلب؟ هذا طلب هامور. ألف عافية علينا وعين الحسود بيها عود. بشو يا سمبوسة؟ بلف. الوحدة بلف؟ لفة. لا مو لفة، أريد أن هيك يعني. معون. السمبوسة قدامك نوعين. نوع بالماش، هاي قدامك بالماش، وكو نوع بالبوتيت. طبعاً بالهندي هاي جاية حتى اسمها عن طريق الخليج. وهاي بيوم آخر ومطعم آخر. باع الشمس الحلوة بالشتاء بالبصرة. أحلى جو بالبصرة هو الشتاء، وأحلى شتاء هو بالبصرة. وإجانا الأكل، هذا مطبق الروبيان الشهير البصراوي، وهذا النويبي. إحنا كل يوم ناكل أكلة شكل وكلها بحرية، واحدة أطيب من الأخ. حتى لو ما تحب السمك راح تحبه هنا. الروبيان ترى طعمه يختلف عن باقي العراق. من حلويات البصرة الشهيرة اللي موجودة بس بالبصرة حلاوة نهر خوص. هذا الأصفر قدامك الخريط من الأهوار مع البصرة. أنصحكم بمطعم الرميلة اللي صاير بشارع الاستقلال، فرع مالته مطل على شط العرب مباشرة. المطعم ما معروف كلش، لكن هو تابع للفندق الرميلة أيضا، وبيه أطيب أكلات بحرية بطريقة شعبية وأسعار مناسبة وكلش. هذا قدامك الزبيدي مصفط قريبين من الملعب، ما يحتاج اقول لك الملعب حلو كلش. فريد من نوعه بالعراق اكيد يعني. وانصحك تروح الملعب جذع النخله، روح له بلعبه جماهيريه الميناء ويا فريق زوراء شرطه وشوف الاجواء. ورده اهل البصره، ورده والله. شكرا. وبدت حمله الاعمار بالبصره بالتهيئ لبطوله الخليج السابقه. هذا مثلاً المكان انفتح أشبه بالمتنبي، يفتح بأيام العطل. مكتبات نشوف القطع مالتها، الأرضية جميلة. قلت لك المدينة ترتبت كلش على بطولة الخليج، وعلى بطولة تصير دائماً بكل مدينة. فالتمثال الحلو مال كأس الخليج. وهذا مطعم الحسون أو متحف الحسون، هو مطعم مشهور وكافيه وتشرب بيه شاي، وشاي طيب يخبل مالته. بيه مقتنيات قديمة نوعا ما، يعني 100 سنة 50 سنة وهالحوالي هذا. وبيه ريوق حلو، يعني هو مكان سياحي يستحق الزيارة. صاير على نهر العشار.
هاي ساحة أم البروم. ساحة أم البروم معروفة بأنه تقابل سوق العشار وبيها التمثال المعروف مالتها تمثال أبو تشاكوتش، هذا سوق العشار منها، هذا تمثال أبو تشاكوتش، هذا طبعا من بقايا الحزب الشيوعي بالعراق تمثال تشاكوتش. شوفه مشاريع بناء مشاريع فرع البصرة بمناسبة الأول من أيار عيد العمال 1970، معناته بوقت البكر. والبصرة بيها شوارع حضارية جميلة، وأهم شيء تفتقد بغداد بيها أرصفة تمشي عليها الناس. هذا الصرح الجميل اللي تشوفوه قدامكم هذا كله شوش كبرى جامعة المعقل، الجامعات الحديثة الجميلة المرتبة جدا المنظمة، بها هواي أقسام علمية وأدبية وإنسانية وقانونية. منشأ جميل يعني. هو هذا أنا دائما أخوض منه بس ما داخل نشوفه، عبارة عن مستطيل. وهذا كافيه الماس، كافيه ومطعم الماس، فد منشأ فخم لطيف جدا، كل شيء جماله بأسعاره بالمنشآت الملحقة بيه راح نشوفها هسه. مثلا هاي سينما بوكس أوفيس ملحقة بالمطعم، أحدث الأفلام نفس مال بغداد. ملحق بيه أيضا هاي مثل ما تشوف مركز البولينج، مركز بصرة البولينج، كلش جميل المكان ومختلط ومرتب، كلش مرتب. أنا من محبي البولينج طبعاً ودائماً أمارس هاللعبة وين ما أشوف مكان، هي قليل مكانات حقيقة بالعراق بس وين ما أشوفها أروح لها. وهذا أهم مول بالبصرة بالمحافظات الجنوبية كلها، خلينا نقول من المولات المهمة بالعراق، مول البصرة تايم سكوير. المول كبير ومرتب جدا، خلينا نشوفه جوا. مول واسع متكون من 4 طوابق، يعني المحلات كلها مشغولة، وبيه فد فود كورت مطاعم مكان محدد، وبيه فد ميزة ساحة التزلج هذه تعرفون جوا البصرة، وكورنيش شط العرب. وشط العرب بحد ذاته مكان ما ممكن تفوته، لأنه ما راح تشوف هيك كمية مياه وهيك عرض بالعراق كله. اللي شايف نهر النيل يقدر يقارن به، أعرض من نهر النيل، والمي مالته مي أخضر صافي. وكذلك السفينة المتحف الموجودة بداخل الكورنيش تابعة لمركز علوم البحار إلى جامعة البصرة، هي كانت تخت رئاسي للنظام السابق، صار هسه حاليا متحف، كان مصمم انه يستقبل الرؤساء والوفود اللي يجون للعراق. استلموه سووا متحف هسه حاليا، وزين سووا عاشتيده الناس كلها تطبي وتشوفه. هاي بعض نماذج غرف النوم الموجودة الرئاسية بأشكال مختلفة داخل السفينة. ومن الكورنيش تقدر تاخذ هاي السفن الصغيرة تسوي بيها جولات شط العرب، تقدر تاخذها جوله عامه تركب ويا الناس تسلك في الجوله ربع ساعه تقريبا ب 2000 دينار كل واحد نفر، تقدر تاجر البلم لنفسك وتسوي بيه جولات مثل ما تحب. بالشتاء طبعا ما اوصف لك جو البصره، كلش منعش والهواء طيب والشمس حلوه، واي قدامك مبين من الشكل. وهذا الجسر الإيطالي تفوت من جواه أكبر السفن، طوله 1.3 كيلومتر، ارتفاعه 35 متر، وعرض بين الدنكتين 500 متر، مهما كانت السفينة تفوت من جواه. وإذا تريد فخامة فموجود فندق شيراتون، بالمناسبة يصير للوفود
بس هو مفتوح للزوار مقابل شط العرب بالضبط. كذلك سياحة الأهوار مو حكر عن ناصرية والعمارة، موجودة بالبصرة هور معروف، هو هور الشافي. هور الشافي مفتوح مثل البحر، ما بي قصب هواية، مو مثل أهوار الناصرية بالجبايش، لهذا يسموها جبايش من وراء الشبشات الموجودة بيها. هو جميل ويعني أشبه ما يكون بالبحر، كلش واسع، تطلع بيه رحلات جميلة وتستمتع بيه، وبيه جاموس وقضايا طبيعية كلش حلوة. كل هاي السياحة شتوية ما لها علاقة بالصيف، خلي ببالك، يعني من شهر نهاية العاشر إلى شهر نهاية الثالث. تجري بيه جولات سياحية وممكن تفرش هناك ويصيد لك السمك مالتهم اللي هو خليط بين بحري ونهري. ننطلق من هناك للفاو، رايحين للفاو في مكان كلش مهم وما يتفوت، كلنا سامعين به، ميناء الفاو. ميناء الفاو ما منفتح بعده، لكنه أهم شيء به هو كاسر الأمواج، اللي يعني اللي مدخل بكتاب جينيس الأرقام القياسية، مو كل واحد يقدر يدخله، دائما تصير بإغلاق بسبب التعمير، ودائما الأعمال الجارية به لحد الآن بعدها جارية به. هسه دي يسوون الأرصفة، وهاي فرصة تشوف بيها الفيلم على السريع، لأنه طول كاسر الأمواج هذا 14 كيلومتر وضارب كل الأرقام القياسية. وهاي نهاية كاسر الأمواج في عمق الخليج. اللي ما يقدر يوصل هالمكان راح يطلع لك صياد ياخذك برحلات بميناء الفاو قرب كاسر الأمواج، راح تشوفه. كيف اللي يجي يحدق إيه؟ مثل هذا البلم يومه ثلاثة أيام يريد يظل بيه، أو اللي عنده شغل ما يقدر يوم واحد عندنا بالزورق نجيبه عادي ما عندنا سؤال. تمام. أو هاي البلم ما يفيده مثل وايدين مجموعة وايد، نجيب بلم كبير عندي موجود يشيل له تقريبا 15 نفر. حلو. يشيل له مرتاح يعني 15 نفر مرتاح. تمام. طوله 17 متر تقريبا. حلو. ايوه هذا البلم طوله 11 متر. هذا 11 يشيل له أربعة مو؟ يشيل له أربعة، خمسة مرتاحين يعني. اي تمام، خمسة مرتاحين. راح اخلي لك على الشاشة الرقم مال هذا الصياد، رقم التليفون مالته تخابره حتى يطلع لك بالجولات اللي تريدها. الأسعار يمه مو يمي الشغلة، فتدري بكل وقت بوقته وكل موسم بموسمه. نودعكم هنا بآخر اللقطات ويا هذا الصياد ويا مجموعة طالعين هم من طالع بكروة، تستمتعون بيها. البصرة مدينة جميلة للسياحة الشتوية جدا، وأنصحكم بزيارتها. شكرا جزيلا وإلى لقاء قادم.